أحلى 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 صباح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مدينة فيوسن الألمانية الحدودية مع النمسا. ومن المهم زيارة هالمدينة إذا كنتوا تحبون زيارة قصر شفاشتاين اللي مستنبط منه واللي يشوفونه دائما فيه حدائق ديزني لاند، مستنبطين القصر اللي فيه من هالمكان. يعني في القصر الموجود هنا قريب قرية شوانغو، تبعد 4 كيلو 5 كيلو من سنتر فيوسن. المدينة حلوة إذا كنت بتي يوم، حلوة ترتاح فيها، مدينة جميلة وفيها بحيرة جميلة. بس السفينة اللي فيها طبعا الحين توقف خلاص، مثل نفس الأكثر المدن الأكثر المدن اللي يوقفن في الشتاء ويشتغلن في الصيف. مدينة فيوسن جميلة ودائما أنصح فيها. كذلك بعد فيها جنبها الشلال اللي صورناه من شوية، شلالها حلو. وفيها بعد يعني إذا تبغي من هواة المشي ولا في مجال انك تمشي، ما في اكثر المدن الاوروبيه يسوون لهم حدائق يعني اللي عنده هوايه المشي والجري في كل مكان. هذا اول ما ينشون المدينه، محطه الباصات من صوب، اذا فيها لها مترو من صوب، الحدائق من صوب، المستشفيات. يعني هذا تقسيم المدن في اوروبا، هاي الاشياء المهمه اللي ترتكز عليها المدن الأوروبية. والحديقة من أهم الأشياء عشان تكون متنفس طبعا لسكان المدينة. احنا اليوم الأربعاء 14/11/2018 ودرجة الحرارة الصبح -1، حاليا 2 إلى 3، في الليل طبعا تكون باردة. هذه هاي المدينة، وهذا شارع التسوق الرئيسي، في فنادق مني وفنادق مني. ومثل ما أقول لكم القصر مهم زيارته للي مهتم إني يزور هالأشياء هاي. وأنا جاي اليوم أصور القصر، صورته من قبل في الصيف، الحين أبغى أشوف اللقطة الخريفية كيف بتكون. قلت بصور المدينة بالمرة وأشوف شو متغير فيها، لأن تقريبا ثلاث أربع سنوات هالمدينة ما جيت. آخر مرة من 3 أو 4 سنوات، لا والله استغفر الله من سنتين، آسف أفتكر من سنتين أو سنة ونص. آخر أول مرة جيت من 4 سنوات تقريبا. سنترها صغير لكن جميل. وبعدين في بعد شوارع ثانية على اليسار، بندخل معاكم على اليسار. فيها هني قلعة حلوة بعد المدينة، آخر المدينة فيها قلعة كبيرة اللي مهتم إني يزور قلعة هاي، تشوفونها. هاي شوارع جانبية على اليسار وعلى اليمين، التفرع من الشارع الرئيسي. مشكورين على المرور، وأتمنى إني أفيدكم في هذه القناة. يلا ندخل. طبعا يا اخوان لعلمكم يعني مدينة ميونخ دائما تشهد زحمات عجيبة غريبة من كل الاتجاهات صباحا ومساء. فالانتباه يعني اللي احلى افضل شيء لزيارة ميونخ اذا كانت عندك سيارة يوم السبت والاحد، هذا افضل شيء انك تزور ميونخ. اما باقي الايام زحمة. هذه كنيسة المدينة مميزة، لوحة جدارية عجيبة. هذه القلعة اللي في المدينة، أول شارع التسوق عند النافورة. هذه هي القلعة اللي في المدينة نفسها، أول شارع التسوق عند النافورة.
رطب كلها 200 متر. القصر، والقصر اللي أنا أقصده في بلدة، في قريبة من فيوسن، بلدة شوانغو اللي فيها القصر سفشتاين. إن شاء الله نخلص مني ونروح نزوره. الله وبياكم، هذا هو قصر سفشتاين المستنبط منه اللي يشوفونه في حدائق ديزني لاند. من هذا القصر، هذا طبعا هني في قرية شوانغو اللي تبعد 4 كيلو عن فيوسن. فهذا له زيارة طبعا، خاص له زيارة زرنا احنا من قبل كم من مرة، لكن انا اصور الخريف، فافضل وقت لتصوير الخريف اللي هو في حدود 20/10 زايد ناقص 20/10، هذا افضل وقت. شوفوا الشير كيف كل اوراقه طايحه في هاليوم. اليوم هذا طبعا نحن اليوم 14/11/2018، ودرجة الحرارة حاليا 3. والله بالخير يا أيها الخير، هذا شلال مدينة فيوسن الألمانية. تاريخ اليوم 14/11/2018، درجة الحرارة 3. هذا من سنتر المدينة لين هني مشي 10 دقائق. هذا مشهور وصورنا شبعناه تصوير. لكن اليديد حب الشديد. وطبعا بعد الشلال هذا بأقل من كيلو متر تقريبا 700 متر تدخلون التيرول النمسا، تدخلون حدود النمسا. هذه المدينة حدودية، مدينة فيوسن. كرمكم الله، والحمامات موجودة نظاف ومجانية. التقاطه من بعيد تصوير من زاوية ثانية. هاي طبعا في قرية شوانغو. لا لا في زيارة الظهر. هذا هو القصر. شوفوا الإطلالة اللي تحت كيف. بالعافية عليكم، بالعافية عليكم. هذا الجسر المشي من هنا، من هني لين هني تقريبا 20 دقيقة، لكن في باص يجيبكم من تحت لين قريب المنصة هاي. في باص هذا هو الجسر من الخارج. القصر من الداخل هذا الحوش ماله. الزيارة شقالة اللي يبغى يزوره. كل مجموعة تدخل بعد 10 دقائق، كل 10 دقائق تدخل مجموعة. أنا مصور إنه موجود عندي في القناة، اللي يبغى يشوفه موجود عندي في القناة. لا المشكلة فيها زيارة القصر معاك قايد ويجلس يشرح لك شرح ما له داعي، يعني ما
مطول جدا ويراويك الجدور مال المطبخ ويراويك ما انا شابغي بالجدور شابغي. هذا الحمام هذا عموما من الداخل، وما انصحكم تزورونه من داخل، ما انصحكم ها، بس تصورونه وتروحونه. تدخلون هني داخل هني في الحوش، هاي كله مجاني. هذه في كل الأحوال مصورينه، في كل الأحوال ثلج صيف. هذه هي البحيرة الألبية ألبسي اللي قريبة من رباط الخيول. طبعا هاي هالقصر ما حد يزوره يا إخوان، هذا ما حد يزوره، بس هذاك القصر الأبيض طبعا كله فنادق ومطاعم حوالين المكان هذا، لكن الحين في الشتاء ترى الكثير من الفنادق والمطاعم يسكرون، عندهم إجازة مو موسم سياحة، أكثر شيء يبدون من شهر 4 و5 هم طالعين. اللي يبغي أجر قارب ويجدف، ما جبنا لهم الأكل، الأكل ما جبنا لهم، عندي في السيارة خبز، لكن أول يوم واصلين تعبانين مو بحاط في بالي. حياكم الله وبياكم. هذه غرفة فندق بحيرة تتسي الألمانية، هذا اسم الفندق، 4 نجوم، 200 يورو مع الافطار، وموقف السيارة ب3 يورو. انا طالب غرفة مقابلة للبحيرة، بس طبعا الليل مو بالليل، الحين الساعة 6 العصر، ترى 6 العصر، لكنه شوفوا كيف الشتاء كل ما قرب الشتاء. هذه بحيرة تسي، ان شاء الله بكرة الصبح بنشوف المنظر صباحي وهلال بدر في السماء وبدر على البلكونة واقف.